أكدت المديرة العامة للصندوق النقدي الدولي كريستيانا جورجيفا التزام الصندوق الثابت بدعم مصر في مواصلة سياستها الاقتصادية. جاء ذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إكس عقب لقائها محافظ البنك المركزي حسن عبد الله وعددا من الوزراء. استقبلت محافظة الدقهلية محصول القمح خلال موسم التوريد 2024 بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث وصلت الكميات المواردة إلى 13836 طنا حتى الآن ضمن أعمال توريد القمح بالمحافظة منذ اليوم الأول للتوريد في 15 من شهر أبريل الجاري. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمحاصيل الزراعية وفي مقدمتها محصول القمح، باعتباره المحصول القومي لمصر من أجل الاكتفاء ذاتيا من إنتاج الغذاء المحلي. بتشكل لجنة من مديرية التموين الدقهلية عبارة عن عضو من مسؤول من التموين هو رئيس اللجنة، وعضو من سلامة الغذاء، وعضو من جمعية الأباني، وأمين عهدة تبع الجهة المسوقة، حيث يقوم المسؤول عن سلامة الغذاء باتخاذ عدة عينات من الأقماح لمعرفة نسبة الرطوبة ودرجة النقاوة. طبعا الموسم من السنة مبشر بالخير ان شاء الله باذن الله، لان حتى يعني اللي احنا شفناه في صومعه بني عبيد ان الموسم مبشر فعلا، يعني لان تم افتتاح الصومعه يوم 15/4/2024، وبتاريخ يوم 15/4 بعد الافتتاح مباشره تم استلام القمح في يومه، لان كان يوجد عربيات في انتظار او سيارات انتظار لدخول التوريد. تم استلام يوم 15 يوم افتتاح 440 طن خلال يوم الافتتاح. والله الاسعار حلوه، اسعار ما كناش بنشوفها على السنه اللي فاتت، اسعار حلوه الحمد لله، يعني دعم الفلاح، ونحاول نتمنى في زياده عشان الفلاح يتشجع على زراعه الغله وتبقى ارضيه كلها غله عشان ما تزودش غله من بره، والحمد لله يعني ربنا دي ما نعم على الفلاح. الحمد لله السنه دي المحصول حلو والانتاج حلو والسعر كويس 2000 جنيه، السنه اللي فاتت كان 1500، وما شاء الله المعامله حلوه في الصوامع، ناس محترمين. تواصل صومعة شبين الكوم بمحافظة المنوفية استقبال الأقماح تزامنا مع انطلاق موسم حصاد القمح، وشهد مجمع الصوامع إقبالا كثيفا من المزارعين والموردين، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده من أقماح بكافة صوامع وشون المحافظة منذ بدء موسم الحصاد حتى الآن ما يتجاوز 3700 طن. صومعة هنا معدة كميتها الساعة التخزينية بتاعتها 30,000 طن، فيها 6 خلايا كل خلية بتاخد 5,000 طن. طبعا التوريد لسه احنا بقالنا ثالث يوم النهاردة، وما شاء الله يعني ربنا يزيد، يعني كنا بنقعد الأسبوع الأولاني ما فيش قمح، لسه احنا بادئين النهاردة داخلين فوق 1500، وكل يوم بيعدي 300-400 طن. طبعا توريد القمح ممتاز جدا، لدرجة ان هي الحباية اكتملت نضجه بسبب الجو والعوامل الجوية اللي ما حصلش حر زيادة عن اللزوم. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في آخر تداولاتها، لكنها تكبدت خسارة أسبوعية بعد أن قللت إيران من شأن هجمات يشتبه بأنها إسرائيلية على أراضيها. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 21% إلى 87.29 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% لتصل إلى 83.14 دولار للبرميل. وصعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 47% لتصل إلى 2.55 دولار للتر. وفي المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 28% لتسجل 1.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تباطأت الاستثمارات الأجنبية في الصين للشهر الثالث على التوالي خلال شهر مارس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،
مما يبرز صعوبة جذب بكين لمزيد من الأموال الأجنبية لتعزيز اقتصادها. وبلغت الاستثمارات الأجنبية الفعلية الجديدة في الصين 87 مليار يوان، أي ما يوازي 12 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، ذلك وفقاً لحسابات وزارة التجارة، بما يمثل انخفاضاً بنسبة تقدر ب 38% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.